بشكل عام، الصحافة بشكل عام هو نقل كل ما يهم المواطن أو الشريحة من معرفة، سواء كان خبريا أو معلوماتيا. يعني أنا مجرد أنه خبر أريد أعرفه وكل اتفاق معلومة، لأنه الإنسان دائما شنو الواحد يقرأ البالي هذا ال www يسوي له شنو مال كوبي ونزله وين على الفيس. من قبل بالاسماء لكم طب الاسماء شو اسمك؟ اياد. يشتغل شنو؟ طب الاسنان. من يجي يعطي دورات طب الاسنان شنو رايك يجي يعمل؟ بشرنا بدورة الإعلام والصحافة، مشكورين ست أشواق أستاذ منهل جو من بغداد، مشكورين يعني وتعبوا وجو على حملة تطوعية. وعشوف إحنا ما شاء الله الشباب يعني هدفهم إنه يصلون غاية معينة، هدفهم يصلون إلى مكان إلى أخذ الدور في المجتمع، وأشوف قاعدين بالقاع يعني حتى يصل لي مرحلة معينة، والحمد لله على كل حال. رغم الظروف إنه ماكو يعني لا تقديمات ولا مساعدات، قاعدين على الأرض ولا لا لا هواء لا شيء، حارة كلش والمكان كل مهجور، ما بي أي وسيلة إنه تساعد نكمل هاي الدورة. بس إحنا باقيين، لأن اللي يريد شيء لازم يتعب على مودة، ونتمنى إنه هاي الدورات تتكرر بين فترة والثانية، لأن بصراحة أهل الموصل يحتاجون هذا الشيء. ونشكر الأساتذة وست أشواق والأساتذة اللي جاي من بغداد من النجف، نشكرهم على تعبهم. يعني أنا جيت اليوم للتدريب ويا جماعتي طبعا حتى نتدرب ونتعلم محافظة نينوى، وأساتذة إجوا حتى يشرفون علينا من محافظة بغداد، تعبونا في السوم، نحن محتاجين لثقافة ولدعم من بعض الجهات ومن القنوات ومن الأساتذة. طبعا نحب نكون متطورين دائما، نقضي على الشيء اللي عشنا به أيام داعش وفكر داعش الإرهابي. اليوم اجينا وحضرنا الدورات الإعلامية من قبل الدكتور منهل والوفود والدكاترة اللي جايين طبعا من بغداد، ما خلوا قصره ويانا اليوم. رغم كل هذا الشيء نحن تحدينا واجينا، طبعا حتى قعدتنا بالقاع، يعني نحن ناشد المنظمات المجتمعيه والوفود البقيه انه يجون على الاقل يتطوعون باي شيء ولو قليل ان ويدعمون هذا المشروع، لان هذا المشروع يحتاج لدعم، مو بس دعم حكومي، دعم بقيه المنظمات وغير ذلك. لان حاليا نحن يعني تحدينا كل شيء واجينا هنا في سبيل انه نحقق طموحنا وننهض بالموصل من جديد، يعني هذا مشروع لازم ينجح بالموصل لتقويه الشباب. إذا هذا فلنا بالمناسبة، أتمنى أسلوبي يعجبكم، عن هذا الأسلوب اللي أستخدمه في تدريباتي، إذا أكو واحد عنده ملاحظة ينورني بها أكون ممنون له. تشرفنا نحن مركز الاختبار الإعلامي للتدريب والاستشارات بالتعاون مع شبكة بغداد لمنظمات المجتمع المدني في المضي قدما في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المنوع. اليوم كانت هنالك بداية لدورة الصحافة الشاملة، تضمن 5 وحدات تدريبية بواقع 4 ساعات للوحدة التدريبية الواحدة. اليوم كان عندنا معرفة الخبر، الصحافة، العوامل المؤثرة في نشوء الصحافة، الضوابط، المهام. الشباب كانوا متطلعين جدا في الحضور رغم عدم وجود إمكانيات، نلاحظ أنه مدى حجم الدمار اللي موجود، عدم وجود مقاعد وسائل توضيح، إلى أنه الجهود الخيرين من أهالي نينوى استطاعوا أن يوفرون ما يمكن توفيره. كما تلاحظون الشباب الآن جالسين على الأرض، شباب وشابات مطلعين إلى إكمال هذه الدورة. حقيقة من دعانا مركز الاختبار الإعلامي للاستشارات والتدريب جينا على الموصل، وإحنا فرحانين أنه راح نوقف بين أهلنا ونرفع القدرات والكفاءات اللي لديهم إن شاء الله، ونعد مشروع وطني كبير لقادة المستقبل في هذه المدينة الجميلة. الدورات التدريبية مهمة جدا لأبناء المدينة، ويستفادون منها كثيرا في رفع كفاءتهم ورفع قدراتهم على التدريب. هذه الدورة TOT1 الليفل 1 المستوى الأول في إعداد المدرب، دورة مهمة جدا لشباب الموصل، إن شاء الله تكون القاعدة الرئيسية لمدربين محترفين في الموصل الحبيبة من أجل رفع الكفاءة
في هذه المدينة.